نجيبلو كاملين اللي هو نقولو كومينيتي لي تكون سوليد اللي هو نديرو ليد في ليد واللي هو نرمزو ونعرفو الثقافة والبلاد ديالنا اللي هي غنية عند جميع الدول. مرة ثانية أنا فرحانة بزاف لأنكم لبيتوا الدعوة وباسمي وباسم الجمعية المغربية لأوتاوا وغاتينو نرحب بكم مرة أخرى. جمعيتنا اليوم تفتتح نشاطها بهذا العرس المغربي، كنسميه أنا عرس لأنه أول مرة في مدينة أوتاوا كنحتفلوا بالمسيرة الخضراء، كنحتفلوا ككوميونيتي برمز اللي عزيز بزاف على جميع المغاربة اللي كيعني لنا حنايا بزاف، ونتمنى تكون هذه الفرصة اللي توحدنا وتودد العلاقات اللي بيناتنا وجميع أفراد الجالية المغربية، ونكونوا نموذج للأطفال ديالنا، الأطفال ديالنا اللي خصهم يعرفوا على التاريخ المغربي اللي هو تاريخ غني. التاريخ المغربي المسيرة الخضراء رمز لنا، الناس مشاو من طنجة لكويرة، الناس مشات مسيرة سلمية معترف بها عالميا، وحنا كمغاربة كنرفعوا العلم المغربي اليوم بكل افتخار في العاصمة الكندية وفي الدولة ديالنا الثانية. كما قلت من بين الأهداف والأهداف الأساسية ديالنا هي التواصل، التواصل مع بلدان ثانية، مع ثقافات أخرى، التواصل ديال الوليدات ديالنا. أنا تقريبا شي 28 سنة وأنا في أوتاوا، ولكن كنفتخر بالبلد ديالي، كنفتخر بالمغربية ديالي، كنفتخر بكل ولادي أنه حنا من بلد عندنا ملك، عندنا أصول جديرة، كنفتخر بأنني مغربية، وكلنا هنايا كنفتخر بكم كاملين اليوم معانا. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن الشكر وأحرى التهاني للسيدة إلهام وجميع أفراد الجمعية المغربية المقيمين بأوتاوا وغاتينو على تنظيم هذا الحفل الذي يخلد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، والتي استرجع من خلالها المغرب أقاليمه الجنوبية. ثم عارفين طبعا الحال أن هذه الذكرى خالدة في تاريخ المغرب وتعبر عن تلاحم قوي بين الملك والشعب من أجل استكمال وتحقيق وحدة ترابية. كما أدركت بهذه المناسبة أكد على هذا الأمر أن باسم سفارة المملكة المغربية لكندا أن أهنئكم على إنشاء لكم هذه الجمعية الموقرة والتي تم الإعلان عليها